ليالي نجد ما مثلك ليالي، العاصمة الرياض كان لها نصيب وافر أيضا من فعاليات الصيف. هذه الفعاليات اللي جاءت بأشكال متنوعة ومختلفة، حضرها شرائح مختلفة من أفراد المجتمع، قدمت كثير من الفعاليات المميزة واللي أثرت الحضور السياحي للعاصمة الرياض في موسم الصيف. كاميرا روتانا خليجية ومن خلال هذه التغطية الخاصة حضرت في قلب إحدى هذه الفعاليات وخرجت لنا بهذا التقرير. الحمد لله تم اختيار سيرك امريكانو كفعالية لموسم العيد في الرياض. اشتغلنا عليه في شركة باشن طول فترة رمضان عشان نجهز له، انه يكون جاهز اول يوم العيد ونستقبل الزوار كاحتفالية للعيد، وكسيرك عالمي اول مرة يجي على السعودية والرياض بهذه العروض اللي موجودة. السيرك يضم تقريبا 19 عارض من 6 دول مختلفة، ينفذون عروض اكروباتية وبهلوانية وعروض كوميدية وعروض خطرة، أول مرة تنعرض على الجمهور هنا في الرياض وفي السعودية، والحمد لله يعني الجمهور جدا تحمس معنا أول 5 أيام، والحضور كان جدا ممتاز، حضر خلال 5 أيام أكثر من 15,000 زائر. وعليه نحن في شركة فاشن قررنا أنه نمدد الفعالية للناس على حسب طلبهم، بحيث أنهم يقدروا يستمتعوا فيها أكثر وأكثر وتكون متوفرة لهم طول الشهر. First of all, thank you very much for the welcome. يرحب فيكم ويشكركم على هذه الفرصة، وهو متحمس جدا أنه العرض كان موجود في هاواي وفي ميامي، وبعد ميامي على طول جاء للرياض لأول مرة سيرك أمريكانو يسير في السعودية، ومتحمس جدا أنه يقابل كل الجمهور السعودي ويدعوهم كلهم أنه يجوا ويحضروا العرض. It's a really really family show. احنا طبعا لما سوينا الفعاليه حاولنا انها تكون مناسبه للافراد وللعائلات، بحيث انه حتى العائله تجي وينبسطوا كلهم سواء الاب والام والاطفال، ونوفر لهم اكثر من شيء يقدروا ينبسطوا فيه جوا الفعاليه، فحتى العروض اللي جوا مناسبه جدا لهم، وشفنا حماس الجمهور جوا وقت العرض وتفاعلهم حتى مع العارضين واصراخهم وضحكهم، فهذا الشيء اللي احنا اصلا نطمح له ان الناس تجي عندنا وتنبسط وتطلع وهي في ابتسامه على وجهها. The audience is excellent, excellent. I can see with my eyes. جمهور جدا متحمس في كل العروض، ويقدر هو يشوفهم وهو قاعد يعرض على المسرح كيف حماسهم وكيف صراخهم وقت العرض، من العروض الكوميدية اللي قاعدة تصير ومن الأشياء الخطيرة اللي سووها واللي أول مرة أصلاً يتنفذ عروض زي كذا في السعودية. This is the first time over here. Excellent. This is why the people love this show. الفعاليات مستمرة في موسم جدة، وشفنا كيف كان الحضور والتفاعل من الزوار، وننتقل لفعالية ثانية. ببجي هي لعبة ببجي مشهورة اللي هي زي قتال الشوارع وقتال الأحياء والأشغالات هذه، عاملينها بس مستهدفين فئة عمرية يعني هي تزيد على 16 سنة، وببجي موبايل يعني يقدروا يلعبوها بموبايل على آيباد على تاب على الأشياء هذه. الحمد لله الفعالية أخذت يعني منحنى جدا وأصداء رائع جدا، الحمد لله الناس مبسوطة.
وكمان يعني عارف فيها روح المنافسة بشكل شريف. يعني انت الناس قاعدة تلعب صح وما عدا مثلا هنا، بس تلاقيهم جنب بعض قاعدين يساعدوا بعض نفس الوقت عشان يفوزوا بالجائزة ويفوزوا بمرحلة معينة بالترتيب وبالليفلز. يعني هي لعبة طيب يكون فيها يعني 4 أشخاص طيب يكون فريق. طيب بداية اللعبة تكون في طيارة، تمشي الطيارة تمشي وانت لازم ايه تحاول تنزل في مكان يكون فيه الأسلحة مليان وذخيرة والدفاع يعني أجهزة حق لعب جماعي. لعب جماعي بس اليوم حيكون فردي. لما يتكلم على بطولات كده تقريبا تتقارن بالبطولات العالمية، جدا حماسية حتى للمتفرجين كمان وللمشاركين كمان. لعب جماعي، لعب كامل، تتحمس على البطولة والجوائز طبعا تحمس الواحد انه يشارك وانه يجي يتفرج كمان. فعلا الصراحة انا اهنيهم على البطولة الممتازة هذه ونتمنى بطولات لألعاب ثانية وكثيرة فعلا. فعالية صراحة جميلة وممتعة، خاصة احنا الشباب لقينا شيء مفرغ طاقاتنا فيه مرة صراحة ممتع، هنيهم صراحة ذا الشغل. صراحة مشكورين على التنظيم أول شيء، لأنه صراحة إنه سمحت للشباب إنه يلعبوا اللعبة، ليه بالذات إنه كل واحد يلعب على الجوال، بس حلو لما الواحد يتجمع مع جروب من الناس ونلعب سوا. كانت هذه تغطيتنا اليوم والفعاليات مستمرة معكم، وبكرة إن شاء الله راح نلقاكم في فعاليات جديدة لموسم جدة. انتظرونا.